الحق اخوك يا شيبوب، خد منه الحصان. انا نريد نلحقك انت، مالي ومالي الخير يا احمد؟ تريد يقتلوك انت واخوك؟ اخوك راكب حصان شداد. حصان شداد؟ حمار شداد؟ حصان شداد؟ انزل يا زعلوك، انزل يا صعلوك عن حصان الملوك، انزل لشداد يهري لحمك بالصوت. تعودنا على الصوت يا شيبوك. كذلك البهايم، اما لا تطمع في ركوب الخيل وانت راعي، انزل. شيبوك، وليش انت يا اخي تسخر مني؟ لو تنطق الخيل لكانت تخبرك عني. الخيل خليها للفرسان، اما الرعيان ما لهم غير لقمة العيش وكاس الخمر و... والبنات. فكرتني والله بالبنات. نصيحة لك يا ابن أمي، بعد عنهن، وإذا كان ولا بد أختار لك راعية من مقامك. أريد أقول لك بعد عن عبلة. ما لكم العبلة؟ لا شيء، حبيت أقول لك داري حبك، لأنك عندما تنظر إليها نار قلبك تبز من عينيك، وأهلها حاسين بيك. وإذا أحس أنت أدرى باللي يجرى لك؟ اللي يجرى لي يزيدني حبا في عبلة. يا عبل، إن هواك قد جاوز المدى، وأنا المعنى فيك من دون الورى. يا عبل، خيالك في عظامي وفي دمي، لما جرت روحي بجسمي قد جرى. لكن عبلة لا تحبك أنت. ما ليش تحب؟ تحب تقول لها شعر، تدق لك الطبل وترقصك كيف القرد. والله لا أزول حتى أنول قلبها وأفوز بحبها. والله لو تقوم وتطول النجوم ما تبلغ مرامك. وليش ما أبلغ مرامي يا نحس يا وجه الغراب؟ قل لي ليش؟ اتركني وأنا أقول لك، اتركني وأنا أقول لك. تعال وأنا أقول لك. انظر وارقب. ها تريد تقول لوني؟ عند اللي يعرفني لوني يشرفني، وعند من يجهل السيف ينصفني. الله يسامحك يا زبيبة يا أمي، أهديت إلي لونك وأهديت إلي المتاعب. لو كانت الناس تعرف إنها أولاد حواء وآدم، ما كان حدا يقول لحد يا أسود ويا أبيض ويا أصفر ويا أخضر. أمهاتنا ولدتنا أحرار، وإحنا نقول سادة وعبيد. والله السيادة ما هي في بياض الوجه، السيادة في بياض القلب يوم ما تسود القلوب. السيد اللي يسود في ساحة الميدان يوم ما تغلى الروح ويفر كل شبان. والله ما يهدى قلبي ولا بالي حتى أساويهم في المنزل العالي. أدركنا يا شيبوب، بارز غريب دخل أرضنا يروي من ماءنا ويطرد مواشينا. وين هذا؟ هناك هناك. أنا رايح له أخلي أمه تبكي عليه. خليك يا عنتر، خليك. حسبت راحك وين؟ أنا شيبوب حامي الحمى وصاحب العين. تكرم يا صاحب العين. الحقني يا عنتر، الحقني، الحقني يا عنتر، الحقني، الحقني يا عنتر، الحقني، 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 الحقني يا عنتر. ارجع يا ولد عن أخي. أنت تقول لي ارجع؟ مين انت يا راعي الغنم؟ انا عنتر ابن شداد. عنتر ابن زبيبة. Thank you.
سرقتهم يا شيبوب. هدول غنيمة حرب، أخذتهم بدراعي. أخرج يا شيبوب، أريد أكلم أمي. مالك حزين يا ولدي؟ قل لي ايش مزعلك؟ من يوم ما ولدتيني لليوم ما عرفتي ايش اللي مزعلني؟ ايش اللي قاهرني بين رجال؟ قل لي يا ولدي وانا اساعدك وافديك بروحي. ايش اقول لك وانت سبب بلاي؟ ليش خلفتيني وانت عارفه ان ذريتك يعيش عبيد؟ ما كنت قادره يوم هذا تكتمي انفاسي ولا ترميني الوحوش؟ قطعت قلبي يا ولدي، يكفى يكفى. خبريني واصدقيني، انا ابن شداد ولا ابن زنا؟ خليني من دموعك، والله ان لم تخبريني لاقتل روح الساعه. انت اكثر ابن شداد ومن صلب شداد كما يعلم الله. يا ما قلت لك هذا الكلام وانت طفل صغير. وكيف اكون ولده ومن صلبه ويجعلني عبد ذليل بين الناس؟ خبريني، انت كنت زوجته ولا عشقته؟ انا يا ولدي كنت غنيمة حرب، عصروني بني عبس مع اخيك شيبوب، وشداد عطف علينا واخذنا من نصيبه. فصرت ملك يمين، وملك اليمين اذا خلفت ولد تصبح حرة واولادها احرار. والله ما كذبت عليك عندما اخبرتك انك ابن شداد. اذا شداد يعرف انه ابي، ولكن يمكرني لسواد لوني. والله لا اجعله يرفع راسه بين العرب ويقول باعلى صوته انا شداد ابو عنتر. تخليه يعترف بيك بحد السيف، هذا ابوك يا مجنون. حاشاي ارفع عليه السيف، لما كنت اعرف انه مولاي كنت اطيعه، ولما عرفت انه ابي اطيعه واحبه. يهديك ويسعدك يا ولدي. هكذا نقطع رقاب بني تميم. اسمكم يا بني عبس يرعب العدو قبل سيوفكم ورماحكم. اريد سيف لي انا. معك حقه؟ ادفع لك بعد المعركة. مليح، ارجع لي بعد ساعة. عد ويريد يتشبه بك باي فرسان. لكم الويل يا تميم، جاي الخيل يا تميم، نص الليل يا تميم، كيف السيل يا تميم. لكم الويل يا تميم، جاي الخيل يا تميم، نص الليل. ترجع لي منصور يا سيدي شداد. تشكر يا سمية. سيدي لي عندك رجاء؟ نعم. عبدك اللئيم عنتر يحمل حليب الصباح لعبلة قبل ما يحملوا إلي. عبد السو إذا عاد وخالف أدبيه اضربيه بالعصا. توحشني يا أبي، وانت يا أخي عمر. هذه التمايم تبعد عنكم الشر. كريمة يا عبلة. روحوا منصورين وارجعوا منصورين. يا ولد يا عنتر، احنا خارجين لحرب بني تميم، وانت اقعد في الحي احرس النساء والاطفال، لا تخلي امرأة تخرج من خيمتها، فهمت؟ انا مشتاق للحرب يا ابي. ما زلت تقول يا ابي؟ انا قبل كل شيء عبدك المطيع. اما ايش؟ ما قلت لك اقعد في الحي؟
العبيد لا تصلح للحرب. يا بني عبس، اخرجوا لبني تميم، سجوهم الويل واجعلوا نهارهم ليل، ولا تعودوا إلا بالغنائم والأسلاب. خذني معك لحرب ببني تميم. قلت لك ارجع الحي، خليك مع العبيد. وين السيف اللي وعدتني بيه؟ هو سيفك البطار. هذا خشب. الحديد للفرسان، أما الخشب فللعبيد. شداد، مانع خروج النساء حتى من خيمة لخيمة. تريدين انت تروحي للعين؟ نعم، وامرتك تسبقني للعين. انا لا اخالف امر مولاي. لاجل خاطري انا يا عنتر. وخاطري انا كمان يا عنتر. ولا خاطرك ولا خاطرها ولا خاطر الملكة بلقيس. وقفوا، الخروج ممنوع. وين رايحين؟ خليهم يا عنتر. سيدتي عبلة، هذولا معي. تكرمي انت واللي معك. احنا طالعين للعين، تعال معنا شم النسيم الربيع. يا نسيم الربيع، احملك قبلة في الروح والجاية على خدود عبلة. Thank you.
بيني وبينك شي قبل انا ما اهواك يا خي، ما كان بيني وبينك شي لا في البدي ولا في الحي، قلبي لوحده ومالي اليه هيكي وهيكي وهيكي وهيكي. الحق عليا ولا عليك لا تلوعني هيكي وهيكي، لا تحيرني هيكي وهيكي، هيكي وهيكي، هيكي وهيكي. ترجعلت وبيني وبينك قدام أهلي وناسي أهينك، أما يا روحي وضي عيونك قلبي وعقلي ملك دي هيكي وهيكي وهيكي وهيكي. الحق عليا ولا عليك لا تلوعني هيكي وهيكي، لا تحيرني هيكي وهيكي. جايبي هالحليب، هني قومي يا هني قومي. في الماء لما تنظري يقابلك وجه القمر، وعلى الأرض لما تخطري تهتز أغصان الشجر. أه يا شيطان، هات هات الحليب، هات الحليب، هات. ارجع يا عنتر، هذه الأميرة بنت أميرنا زهير، خليها تشرب. هذا لعبلة، هات الحليب. قول في الشعر وأنا أعطيك الحليب. ما أقول الشعر حتى تأمرني يا عبلة. وتخالف قول بنت الأمير زهير أمير بني عبس. خليه يقول يا عبلة، إذني له وحياتك. كيف تأذن له؟ تأمره، وما دام هو عبد شداد فلا بد يكون عبد عبلة. قولي لعبدك يا عبلة، قولي لعبدك يا عبلة، اللهجة تكبر يا عبلة. قل لهم الشعر يا عنتر. كيدهم. قولي لعبدك يا عبلة، قولي لعبدك يا عبلة، اللهجة تكبر يا عبلة. إن صنت عهد المودة ولا ما صنت؟ أحسنت يا عنتر، ما كنت أحسبك شاعر، ولابد ما كافئك وأبلغك مقصودك. ومتى يا مولاتي؟ الآن الساعة أزوجك من خادمة خميسة. قولي لعبدك يا عبلة، لاقي تكبر يا عبلة، ولاقي تأمر يا عبلة، خلي يحلب يا عبلة، خلي يشعر يا عبلة. يا أشرم، خذوا أنتم البنات والأسلاب وأعطوني رأس هذا العبد الأسود. النصور أدركونا يا جوز، يا النصور، يا أنصار، يا أنصار، النصور أدركونا يا جوز، بعد يصلوك هذه ديار بني عبد، يا أنصار، يا أنصار. وقعت يا أسود. واعد يا صعلوك، هذه ديار بني عبس. يا عنتر ادركني يا عنتر. حسبتوها خالية فيها عنتر. ادركنا يا عنتر، الحقنا يا عنتر. Thank you.
تسلم يمينك يا عنتر. عبد ولا كل العبيد يا عنتر. يا ريتك ما كنت عبد يا عنتر. والله يا عبد ما كنت عبدا قط. انا ولد عمك شداد. يا ريتك ولد عمي انا. اشرب يا فارس. اللي يصد الغارة وحده حقه يكون سيد الجملة عبدهم. خذ هذا وحش دراعه دراع اسد صدره صدر طور. اشرب يا عنتر. ابعدوا يا بنات عن ابن عمي. ابعدوا ابعدوا. ايش كنت تعمل لو خطفوني؟ ما كنت اترك على ارض العرب من حي. وكل ما يرتوي سيفي اقول شوي يا خي. الارض اللي تكون عبلة ما هي فيها اطمس نجوم السماء فوقها واطفيها. الحمد لله على سلامة مولاي. عد الغنايم والأسلاب ودخلها عندي. وخلاك تخرج للحرب وأخذ البنات وطلع بيهم على العين. وإيش يعملوا في العين؟ يغنوا ويرقصوا. وإنتي قعدتي وحدك في الحي؟ وحدي وما كنت أقدر أخرج بلا إذنك. مين يا ولد قال لساخ بالبنات عليه؟ ما قال لي احد. خايف تقول عن اللي قالت لك؟ اللي تجرك في كل ناحية وراها كالخروف. قول. انا اللي اخذتهم. ايش؟ خالفت امري يا كذاب. ما تريد تخبرني عن اسمها؟ ها؟ ما تريد؟ ما تقر؟ قول على اسمها. قول قول قول. هلا لا تقولي لا تقولي الا ابوك يغضب علينا ويسود عشب. قول. انا حكمت عليك بالموت جوعان وعطشان. ما اسمع عن حدا منكم سقاه ولا اعطاه كسرة خبز لاجعلكم عبرة للعبيد اللي يعصوا اسيادهم. العبد عنتر صار يقول الشعر في عبلة. وكيف عرفت؟ يعجبك هذا؟ كيف عرفت؟ خبرتني هند. ما بقي الا العبيد. انا رايح نخلي شداد يقتله. وان ما قتله تتولى انت امره. انا خايفه يكشفونا. لا تخافي كلهم لاهيين يحتفلوا بعيد النصر. اسقيه واكليه لا تخافي. انا كنت اقدر احل روحي من القيود لكن مطيع لامر مولاي شداد. ولا يهمك انا نخليه يصفى عنك. عمي يحبني.
تشكر يا عبلة. عنتر ماله غيرك يرحمه في هذا الحي. أنا السبب في هذا الألم. ذهب كل الألم عني، يكفيني ويرضيني يدك تداويني. يكفاك يا عبلة، وبالله عليك ترجعي لخباكي حتى لا يراك أبوك ويغضب عليك. عملت له طبيبة يا تعيسة؟ أنا أعمل له طبيبة وصيفة وكل شيء، إيش فيه عيب؟ هذا المسكين ضربوه ظلما، أنا اللي أمرته بأخذنا للعين وكيف ما أدويه، وهو اللي نجانا من اللصوص. والله لولاه لكانت نساء وبنات بني عبس معروضة اليوم في سوق الرقيق. بدل ما تضربوه يا ناس قوموا كافئوه وكرموه. حقا يستحق المكافأة. قوم يا ولد، الأمير زهير طالبك. يا ترى خير ولا شر؟ أنا ما أعرف نوايا الملوك. أعفني يا مولاي، أنا عبد، أنا راعي، وأنا ما أخالف الأسياد إكراما للعبيد. هيا. وانت روحي اقعدي مع البنات، كلهم قاعدين يحتفلوا بعيد النصر. هيا. قدم خمر الشام لضيوفنا بني زياد، وتوصى بالأمير الربيع وأخيه الأمير عمار. يا ولد هات العطر. عيد النصر يا رجال يا حزن الأبطال، عيد النصر يا رجال يا حق للأبطال، يا حق للممدود على العدو المكسور. عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال. بني عبد الزاد أعياد على أعياد، بني عبد الزاد أعياد على أعياد. لما رجال زياد جوها وملا رجال، لما رجال زياد جوها وملا رجال. عيد النصر يا عبدة بنت مالك يا حق للأبطال، عيد النصر يا رجال يا حق للأبطال، يا حق للممدود على العدو المكسور. عيد الهنا يا خان، عيد الهنا يا خان، عيد الهنا يا خان. عيد النصر يا قوم قوم اليوم وبعد اليوم يوم. عيد النصر يا قوم قوم اليوم وبعد اليوم يوم. دايم عليكم دوم دايم وماله زوال، دايم عليكم دوم دايم وماله زوال. عيد النصر يا رجال يا حق للأبطال، عيد النصر يا رجال يا حق للأبطال، يا حق للمنصور على العدو المكسور. عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال. عدونا لو جار في أرضنا أحرار، عدونا لو جار في أرضنا أحرار، أحرار نقود النار في ساعة الأهوال، أحرار نقود النار في ساعة الأهوال. نافرة منك يا عمارة، خليك عنها، نفورها يزيدني حبا فيها وما لها مهرب مني. يحق للمنصور على العدو المكسور. عيد الهنا يا خان،
الهنا يا خال، عيد الهنا يا خال. جرب يا عنتر. اشرب من يد الامير زهير، اشرب يا عنتر. حميت الحي ودافعت عن الحريم، فانت من اليوم محسوب من فرسان بني عبس لا من عبيدها. ايوه الله. رفعت جدرنا. ايوه الله. وطمنت قلوبنا. ايوه الله. وعليت مقامنا. ايوه الله. اي والله. اي والله. تمنى علي يا عنتر. اتمنى لك السلامة وطول العمر ونفاذ الامر. مليح، لكن لابد ان تتمنى. تعطيني فرس نجدي وسيف هند. عندك افراسي وسيوفي، نجي واختار. فرسك الابجر وسيفك السمسام. اعطوهم له. شر الخيول. يا ريت يرمي على الارض ويهشم راسه ونرتاح. يا ريت. لا فارس الا عنتر. كان من رعيان واصبح من فرسان. يحميك من شر العين يا ولدي، يحميك ويبقيك. تعال جنبي هنا يا عنتر. مالك مكان بين الفرسان يا أيها ال... إذا أنصفت قوم واعطني مكانك. إذا قدرت علي يا ابن زبيبة. العطر. عكرت صفو الناس يا عنتر بعد ما كرموك. كرموني ام اهانوني؟ ايش عملوا؟ قل لي ايش عملوا؟ قالوا لي يا ابن زبيبة، بينما انا ابن شداد. نعم، امي اخبرتني اني ابن شداد. ها أنا وأنت، خبرني، أنا ولدك ولا عبدك؟ قول واحدة من الاثنين، إن كنت عبدك أقتل روحي الساعة بهذا السيف، إن كنت ولدك قول، قول حتى أرفع راسي بين القوم. عنتر، أريد أقول اللي يريحك، لكن الأمر ما هو بيدي. أمال أنت معترف بيه؟ نعم، أنا معترف بك. قلتها لي يا أبي، تم الجميل وتعال قدام القوم وقول أنا ابن شداد. أبي،
إذا قلت للقوم إنك ابن شداد يقوموا علي معترضين مستنكرين. يستنكروا؟ وهل من العار انتسابي إليك؟ هذه أحكام القبيلة يا ولدي. العبيد لا يصبح أحرار. إذن أعيش طول عمري عبد. امهلني يا ولدي حتى أدبر أمري. والله والله ما أفرط فيك لأنك من دمي ومن صلبي. هذا القول يرضيني. كلامك أنت يكفيني. اضربي يا عبد، اضربي. مرحى تربيتي والله. اضربي. يا هلا. صباح الخير يا مولاتي. صباح الخير يا ابن عمي. ايش قلتي؟ قلت يا ابن عمي. عيديها بالله عيديها. انا رقبت الطول لما تقوليها. بني عبس جاحدين، بني عبس كافرين. خلينا من الحساد واهل الشرور. ما يهمني الا رضا ابيك علي. ها؟ ابي وحده؟ يكفاني. الصبر جميل يا عم. لا توقفوني كيف الصنم. هيا كملي العلام. النخل لا يصلح للرماية. ما ليش اللي يصلح؟ هذا اللي يصلح. لا تتحرك. اضرب يا عبلة. طلعت عيونك الجميلة يا شيبو. اضربي فوق 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 فوق. راحت عيوني الجميلة، طلعت عيناي. قوم يا سبع. هيا امسك السيف وبرزيني. هيا اعلمك. هيا بارزني علمني. هيا. غلبتك. هيا قول في الشعر والا قتلتك. يا بقلع لك عيني وانتي تقلعي لي عيني. اني شعور احنا الاثنين. صابك السيف يا عنتر؟ يا عبلة كيف تسألي كيف عن ضربة من يمينك؟ لا تسأليني عن السيف. ما صابني إلا عيونك. صبرت قلبي بالسلول لينتهي عن ذكر عبل فلم يطاوعني فمي. ولقد خلوت بها بعيدا عن مجال الأعين. قبلتها فتنهدت شوقا وقالت دمني. هذا شعر مكذوب واللي قايله كذاب. وقالت دمني وإيش بعدها؟ فلما ضمنتها تمايلت وتأودت وقالت ويلاه من ذاك القوام اللين. أصلت في طلبي خير. اجلس.
اشرب من يدي يا فارس بني عبس، ما حد يعرف مقدارك غيري. والله عنتر ما يقول هذا الكلام، هذا كلام الكاذبة سمية، والله لا أفضحها. جسمك جسم أسد ودراعك دراع سبع وعقلك. وإيش تريدي من عقلي؟ أريد تعرف مين اللي يكرهك ومين اللي يحبك. عنتر، أنا في مكان أبي ومالك نعمتي لا أفعلن فعل الخؤون المجرم. اللوم علي أنا اللي أكرمتك يا لئيم يا أسود الوجه. لئن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. أتركني يا شداد، عبدك اللئيم جاي يغازلني ويراودني. دمك يغسل عارك يا كلب. لا تظلم عنتر، عنتر بريء يا عمي بريء، لا خطفها باللسان ولا لمسها باليد. انا ريت كل شيء. ريتي كل شيء؟ انت قاعده عند ابوك ولا عندي؟ ايش جابك لدارنا؟ دايره ورا عنتر، ما كفاها الخروج معه كل يوم حتى تلحقوا هنا عندي، مالها صبر على بعده. اخرج من عندي وانتظر الموت يا كلب. اذا كان ابوك لا يحسن تربيتك يربيك يا عمك شداد. اخرجي ولي مع ابوك كلام. يا عنتر، حبيت العبد، العبد حبيتي؟ اهدى يا مالك اهدى. حبيتي العبد؟ نعم حبيته. حبيتي؟ حبيتي؟ نعم حبيته، والله حبيته ولا أحب غيره. حبيتي؟ لا تكثر الفضيحة يا أبي، لا بد من قتله. اقتل العبد وريح الدنيا. والعبد لا بد من قتله. وهذه أعطيها الأول خطيب يتقدم. انتظر حتى يتقدم خطيب. عمارة زيادي يريدها اليوم قبل الغد. ياخذها. يا هلا يا هلا. مساء الخير يا عمر. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضلوا احنا في انتظاركم. حياكم الله. تفضلوا. ها هو عروة بن الورد مصارع الاسود، حدثناها عن عنتر. حدثوني عنه. تفضل. وشوقوني اليه. جاي لك بين الجبلين. وليش بين الجبلين؟ بيننا وبين الجبلين مسيرة يومين. هقول له يا عنتر بين الجبلين لمحنا سبع غضنفر قاطع الطريق على الناس، روح واقتله. لو جبت لي راس عنتر اعطيك حتى ارضيك. انا لا اريد احد يعلم اننا قتلناه، الناس يعيبونا ويلومونا. اقطعوا لكم ارباع ارباع وقولوا السبعه اكله.
بعد ما تقطع اطراف اطراف ادفنوا. اشرب. قولوا معنطر مات. عنطر مات. عنطر مات. هجيب لكم بدل الاسد اسدين. ظلمنا هذا الولد المسكين، والله خسارة في الموت. ونسيت أفعاله مع سمية؟ وإيش قال في عبلة؟ هذا حق الحرق بالنار. طلع لوحدي واريد اكل لوحدي. واحنا نقف نتفرج عليكم؟ ها؟ اذا لقيتوني متحير اهجموا عليه. ايش تعمل هنا يا اسود الوجه؟ انتظر سبع غضنفر قالوا قاطع طريق. انا السبع الغضنفر يا عبد السوق. انا عروه بن الورد مسارع الاسود. وانا عنطر بن شداد يا ملاعب القرود. ملاعب القرود؟ انا طو اقطعك شرايح واحملك هديه لبني عبس واقبض ثمنك. تقبض ثمني؟ انا اريد اقبض روحك. أكلوا عروة والله، أكلوا. وتابع لك يا عنطر. أنا وأنت على ذاك اللي يريده موتك. يا للروعة. انظر انظر يا شيخ. هات العطر يا ولد، خلوني أعطر العريس. أخي عمارة الزيادي يعرفوا الحاضر والبالي، الفارس المغوار اللي لا تنطفي له نار ولا ينزل الوجار، جاي يخطب بنتك عبلة على مهر 500 ناقة و2000 قباش. عبلة تريد عريسها غني شجاع جميل. إن كان على الغنى فهاك هداياه، وإن كان على الشجاعة فالأسود تخشاه، وإن كان على الجمال فهاك انت تراه. أبيض أكحل؟ أكحل. أبلج؟ أبلج. أفلج؟ أفلج. هذا أحلى عريس جالك. قولي أحلى عروسة. عنتر غاب يا ناجية، صار له يومين. الكلمة بعد الشورى. حدثهم يا عمارة عن صيد الأسود. كانوا أسدين بل أربعة أسود. مضى يومين يا عنتر ولم تنظر إليك عيني، وبعدك والله شاغلني وكاويني وساليني. هولك يومين لم تسمع وحوش البادية صوتك، هولك يومين والأندال تستنى نهار موتك.
ومين هم الأندال؟ المتعطرين المتسبسبين اللي خافوا يواجهوه راجل لراجل. الربيع وأخي. تقولي هذا عن الرجل الكريم اللي سطر علينا بعد ما فضحنا العبد اللئيم بأشعاره وأجوانه؟ غدا يعود عنتر ويقطع راسه. راس عنتر اللي انقطعت وجاياك تشوفيها بعينيك. بقيوا أسدين طلعت لهم بسيفين، الأول بضربة واحدة شقيته نصفين، والتاني فر واختفى بين الأدغال كما تختفي الأطفال. كده يا أولاد ولا لا؟ أيوة الله. لقيتهم عنتر؟ راح عنتر راح والله راح. يا ويلي يا ولدي يا ويلي، قتلوك يا ولدي قتلوك، عمك وأبوك قتلوك. مبروك عليك عبلة. أجل لي دخلتي حتى تتم فرحتي. الفرحة تتم عندما جينا راس عنتر. اطمئن، وحتى إما قتلوا عروة أنا أتكفل بي. ولدي يا سعدك يا عبلة، عنتر حي، عنتر حي. ايه بتفعلي هذا قدام خطيبي؟ لا خطيبي ولا اعرفه. اللي بعتوهم يقتلوني اسرتهم وعفيت عنهم، اما عمارة زيادي اذا طمع في عبلة فلا اعفي عنه ابدا. خرجت عن حدك يا اسود الوجه، يوم تدعي انك عبسي ويوم تتطاول على سيادك بالفعل والقول. وراس أبي لو سمعتك تذكر عبلة بشعرك لقطع راسك بسيفي هذا. تبت يداك يا صعلو، تتطاول على السادات؟ لك ساعة سودة مثل وجهك لما لقاك خارج الحي. هاي الحقني خارج الحي. أخاف على سيفي لا يدنس من دمك. اقتلوه يا رجالي. يا بني عبس ويا بني زياد، العربي لا يحارب العربي مهما كانت الدواعي والأسباب. يا أبناء العم، يا أبناء الخال، ما تستحوا؟ يا أمير زهير، ما قولكم في عمارة الزيادي؟ سيد ابن سيد. فلما يعتدي عليه صعلوك يرعى الغنم، إيش يكون الحكم؟ الصعلوك يتأدب. وإذا طغى هذا الصعلوك وتطاول على الأعراض والأنساب يقتل. الحمد لله، ها أنت يا أمير زهير حكمت على عبد شداد بالموت. اقتلوا يا عمارة. لا، لا أريد أحد يقتل عنتر. إذا قعد عنتر في هذا الحي فيا ويلي وويل بنتي وقومي من شعره ومن أفعاله. خليني أترك أرضي وأموالي وأتشرد بعض الأمان وأنزل بعض العز ما دمت أمرت بهذا. اسمح لي بالرحيل.
لا أسمح لك بالرحيل، لا أنت ولا بني زياد. والأصوب يرحل عنتر. أؤمر بالرحيل يا أمير زهير؟ لا، يأمر شداد. يطول عمرك. مالك أخي ابن أمي وأبي، لا أقدر على غضبه. وبني زياد أبناء عمنا، لا أقدر على مخالفتهم. و لا تتحير يا مولاي شداد، أنا راح وهات سيفي وهاك رمحي. تكفيني عصا أهش بها على جمالك وأغنامك، أما أنتم يا بني زياد إذا أردتم قتلي فلا تبعثوا عروة، ابعثوا 1000 عروة من عراويكم. طمنيه وقولي له عبلة لا تنساك وقلبها معك ومطرح ما تكون جيك. يا ولد هات العطر. يصعب عليه النفس من كان همته إما عظيمة والمراد صعيب. ندل الرجال باتوا الناس تحمدوا ومستحق الحمد ماله نصيب. ترى الذهب مطمور في الرمل والحصى والسبع ياكل من فضول الديب، السبع ياكل من فضول الديب. أما أذل الناس في البدو والحضر سيد وعايش في بلاد غريب. جاي تونسنا ولا جاي تبكينا؟ اسكت يا راجل اسكت. حاشاك من البكا يا عنتر يا قاهر الفرسان ومذل الشجعان، ما عاش من يبكيك. انا لا ابكي يا شيبوب، انا اعاتب ظهرا لا يلين ناصحيه واخفي الجوى في القلب والدمع فاضحي، وقد أبعدوني عن حبيب أحبه فأصبحت في قفر عن الإنس نازحي. ويا ريتها تشعر بما تقاسي من العذاب. قلوب العاشقين تبدي سرايرها وتخفيها، إذا العاشق شعر بآلام تحس المعشوقين بيها. وإذا عرفت المسكينة إيش تقدر تعمل لك من يوم ما خطبها عمارة وهي محبوسة جوا خيمتها؟ لكن صورتها مالية قلبي وطيفها قدام عيني، وقلبي قلبي يبشرني بحضورها. عين عبلة هي روح عبلة. لوحدي أذكرك وانت ذكرتيني وأنا وحدي، ولا يمنعني عن رؤياك لا بعدك ولا بعدي. يا عنتر يا ابن عمي، يا عنتر يا حبيبي. آه
بهذا الجول حييني وحييني زيديني يا عنتر يا ابن عمي، كأنك لما قلتيها وضعت تاج على جبيني. يا ريت ألقاك في كل ساعة. وكيف حضرت اليوم؟ الجم مشغولين يستعدوا الحرب بني طي، والمعاد قريب، جيت من وراهم. الجم، من الجم. يا عبل، أنا والله يصعب علي جومي وجومك يحسبوني غريب. لو ينكروك بني عبس كلهم، يكفاك من عبلة، صديق وحبيب. يا عبل. يا روح عبل. ويزيد همي لما يجيكي كل يوم خطيب. ما يدخلوا عبلة على غير عنتر إلا إذا راس الوليد تشيب. اليوم يا عبل عرفت مجامي. مجام كريم ومجام حسيب ونسيب. واليوم يا عبل شعرت بروحي. شاعر وفارس أرضنا وخطيب. انت وهو تهاجموها من اليمين وانتم من اليسار. هيا من انتم؟ وايش تريدوا؟ نريد تجاريه تخدمنا. اخسا يا لعين، بعد انجدوني يا انعبس. يا عنتر يا عنتر بعدوا يا لئام، جاكم عمار الزيادي حامي الديار ومغيث الصبايا الاحرار. لا تخاف يا عبله، خذها بالسيف اذا قدرت. باعدوا باعدوا باعدوا. هذا البر ما فيه غير عمار الزيادي حامي الديار ومغيث الصبايا الأحرار. يا ريتك تقدر تحمي روحك. وكيف لا احمي روحي وانا قدامك هازم خمس فرسان؟ امال احمي روحك مني. جد؟ على أمك. إنما أخذتك جارية لأمي. ما في أحد، كلهم خرجوا للحرب. اهجم وخذ كل ما تلقاه من الأموال والأسلاب، فهو حلال وغنيمة لكم، ما عدا واحدة اسمها عبلة فأنا أريدها لنفسي. أنا جيب لك كل طفلة اسمها عبلة في جزيرة العرب. عشت يا أشعث. Thank you.
اتفضحنا بين قبائل العرب يا شداد. ايش يقول؟ يقولوا بني عبس خطفوهم اللصوص كما يخطفوا الدجاج والخراف. يا لزل بني عبس، ما بقى قدامنا غير العبد عنتر. هيا نرسل اليه. هيا اسرعوا اسرعوا. الحبل قطع يدي، حلني يا ند. بني عبس هزموا، اعطيني سيفك يا عروس. ايه؟ تريد تنصرهم؟ اقعد حتى يعرفوا مقامك، والله ما يتحرك. هادو الاهل يا شيبوب. اهلك اللي طاردينك وجعلينك عبد، خليهم يدوب الذل والاسر. فيهم عبلة يا شيبوب. وعبلة عز المطلوب، اعطيه السيف يا شيبوب. والله ما اعطيه، خصني. تعال. هيا يا عنتر، روح خلص اهلك. أنا مالي أهل سيدي شداد. لا تمزح يا عنتر، خربة الديار والحقن العار. قوم. لحقكم العار؟ عار إيش؟ عار الأسر؟ عار الرق؟ أنا عندكم عبد أسير ورقيق، ذوقوا الأسر والرق كما دوقتوني. ما تستحي؟ ما تستحي لما تشوف بنات عبس بايتة في أحضان العدو؟ قوم كر عليهم. أنا عبد، والعبد لا يحسن الكر، لكن يحسن الحلب والضر. كر وأنت حر. ومن اليوم إيش يكون اسمي؟ أنت من اليوم ولدي عنتر ابن شداد. ابن شداد؟ وإذا حملت الساعة على الأعداء هل تزوجني عبلة؟ نعم، وفوق هذا أنا خادمك يا عنتر. شيبوب! نويت احل قيودك واكرمك، انا خير من عماره. لعنة الله عليك وعليه. خليكي مربوطه بالقيود الى ان تدفنوها معي بعد موتي. يا عنتر يا عنتر، الحبني يا عنتر يا عنتر يا عنتر. راكب والبنات تتبع ركابك، ويا رب السفالة والوضاعة. من أنت أيها العبد اللعين؟ أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني، فدع السماعة. وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ها، ما سمعت عنك ولا أعرفك. هذا الفتى عنتر رسول المنايا، مهدي الرضايا، قبض الأرواح. وأنا الفتى الأشعث، مزل القبائل، اللي سميت الفارس الجحجاح. ها، الشباح النباح. قطع يديه بالسيف شرايح شرايح، وزقيه من دمه قداح قداح. أنا الذي أزقي شراب المنايا، لكن راسك عن كتافك دع. Oh!
ذلة ولا مهانة بعد اليوم. عنتر رفع روسكم على كل قبيلة وحفظ أراضيكم من كل دخيل. حرب يا قوم يا قوم، إذا نجت البلاد والعباد فالفضل في هذا راجع إلى ابني وولدي عنتر ابن شداد. أبي ولدي. يهنيك بعنتر يا خالة، يهني قلبك ويزيد قدرك يا عبلة. ها انت اليوم تستحق تقول انا اخو شيبوب. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليك يا عناي. لو سمحتي كنت عايز اسال عن واحد نزل عندكم هنا في القناة. واحد بس اسمه حسن عايز الرجال. متلقح فوق اوضه، لو عايزه تطلعوا له ساعه ادفع. امال يا عناية طباخ السم بيدوق نص اللي هيدفعهولك. هيدفع لي ايه ست انتي يا اختي؟ امال يعني طلعت انسي بلوشي ولا دخل له عواط؟ ايه ده انتي بشعه بشعه قوي. انا عمري ما مرات حسن دي يعني يخليها تختفي فجأة بالشكل ده وتنقطع أخبارها. مستخبية. تبي لي فرد. صباح استخبى ليه؟ من الحكاية اللي أنت حكيتها لي يبقى أكيد مشتركة معاهم خبياله فلوس. مش كده؟ ونبقى أهملنا. إزاي؟ واحدة زي دي كانت لازم تفضل متفائلة. أنت عارف عندنا كم قضية اعتداء على أموال عمك بيشتغل فيها؟ من سنة 71 لغاية السنة دي. 25,000 قضية. عارف قوتنا كام؟ عارف يا فندم. ومع ذلك مشير الحفتاوي كانت متهابة لحد ما رفعت قضية الطلاق وكسبتها. اختفت هي وابنها. اختفت يعني ايه يا فندم؟ يعني اختفت يا أخي. صبحنا في يوم من الأيام ما لقينا لهاش أي أثر لا هي ولا ابنها. دورنا دخنا ما كانش فاضي بقى غير إننا نضرب الرمل ونفتح المندل. يبقى المراقبة بقى كان فيها ثغرات. بتقول إيه يا يوسف؟ كان فيها ايه؟ انا اللي كنت ماسك الموضوع ده وانا اللي كنت براقبها. ما تيجي بقى تعلمني شغلي. انا مقصود ساعتك طبعا، انا اقصد المخبرين والصف. كل واحد بيهم كان عارف شغله احسن من ضابط بنسر على كتفه. بعد اذنك ما عندك الراجل نفسه بتتنحك في مراته ليه؟ يكون في علمك الفلوس دي لازم تطلع من حركه التريات الجديده. انا ما عنديش استعداد اطلع معاك عشان ظباطي خايبين. صوت ما فيها شكل خايب. صرت رقبة الرجالة في دميته. ايوه اهلا ازيك انت اهو في الدنيا. لا ماما لسه عند اختي في اسكندريه. لا معلش مش فاضي عندي شغل. نعم يا اخوان. ترى اخر اعصابك يا ترى مخبرينك قالوا لك ان حسن عز الرجال لها شغل بين السورين عند تاجر اسمه عبد الصادق صالحين. مين اللي بيتكلم؟ الو هي دكتوره مستنيه ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ اظن جاوبتك على السؤال ده المره اللي فاتت. واحد له طار زيك عايز ايه؟
عايز اعرف هتنفذي ولا لا. كنت فاكرك اول ما هيخرج مش هتهنيه على ليله واحده، انما الظاهر بنت سيد الغريب خلاص خدت على العيشه الناعمه ورغوه صابون البانيو ونسيت السويس واللي ماتوا في السويس. في مدينة خان يونس ومخيم النصيرات بقطاع غزة وفي مدينة بيت لحم وبيت صحور بالضفة الغربية المحتلة. هذا وقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ب... أيوه أنا. أهلا وسهلا. أنا ما أعرفش إلا من سيادتك دلوقتي. لا حاضر. حاضر. تحت أمرك. اقفل الدفتر وسيب الأوراق وقوم من هنا. أنا يا حاج. أمال خيالي؟ يلا اخفى من قدامي. حصل إيه بس يا حاج؟ حصل إيه؟ سلومة! جنيدي! جدع ده سوابق وسرق فلوس الجيش أيام الحرب. ارموه بره الوكالة. يا ابن الكلب انت دمك حلال. ابعد عني انت. هو اذا كان على الخروج انا هخرج لوحدي. لوحدك ودي تيجي برضو. سيبه لغاية عربية الزبالة ما تيجي تلمه. انت لسه متلقح هنا يا حرام يا نفن؟ المحكمة برأت البدرشيني والصفتي. مبروك. المليون ونص دار على خزينة البلد. عارف ليه؟ علشان إجراءات الضبط والمراقبة. يا صاحي يا عدو الإهمال. بشرفي لو ما عملت حاجة في قضية عز الرجال لا تكون أصغر ضابط يتحلل الاستداع في تاريخ الداخلية. هو لازم يقول كده. لازم ده كمان انبلط في الخط ومش عايز يبين كرامه. مين؟ حسن عز الرجال ده مستني ايه بس؟ مستني فرصه يكت. ايه؟ يكت؟ انا امبارح سهرت افكر في كل المعلومات اللي انت قلتها لي عن القضيه وطلعت بنتيجه واحده. ايه بقى؟ مشيره مرات حسن ان طلقته. ما هو الطلاق كان جزء من الخطه. تخطيطهم كان سليم. بعد ما تتطلق المراقبه عليها هتخف وبعدين تنتهي. تيجي هي واخده الفلوس وتكت بيها بره مصر وتستنى جوزها لما يخرج من السجن ويكت هو كمان ويحصلها. برافو دماغك كويس قوي يا لولو. ايه لولو دي؟ اشتغلي معايا. امال انا بشتغل مع مين؟ لا ما تسيبك بقى من الاداريات وشغل المكاتب. هاتلي موافقه الباشا. هي صعبه لازم نقف عقده. واتكلم بابا وماما. انا همشي يا هشام. ممكن تراجع البروجرام ده الدالي من فضلك؟ قوي. الو هتنفذي امتى يا دكتوره؟ مين اللي بيتكلم؟ بدل ما تمشي وراه مستنيه فرصه خليه يجيلك برجليه. حسن هيموت يعرف مكان مراته وابنه. الو استنى. الو ايه مالك يا دكتور؟ الخط ده مش داخلي؟ اه الابيض هو الخارجي. ليه؟ ولا حاجه ولا حاجه. ايوه طب اقفلي انت. غلطه كبيره ولازم تتصلح فورا.
دكتورة نعيمة؟ أيوة. أنا آسف، جات لك مكالمة خارجية اضطريت أحولها لك على الخط الداخلي عشان الخط بتاعكم كان عطلان. أنت عامل سويتش؟ في خدمتك يا فندم. طالعة ولا نازلة؟ نازلة. أنا طالع. شنطة حضرتك نسيتيها. أجرته وأكله في اللوكان ده عليا. على كده إيه يا نوم؟ زي ما بقول لك كده يا مرات أبويا. أنت لسه يا بنت عشاء؟ عشاء ولا مش عشاء؟ أنا بقول لك على الفايدة. نعم يا أختي، من أمتى الكلام ده يا سنكوحة يا بنت الكلب؟ لا، ما أنا ما عمتش أسكت. والمصحف الشريف اللي ملمتي نفسك لكون خارجة من هنا على الإسم، وعينيهم على كل بلاويكي، وكمان هقول لهم يسلموا لي اللوكاندا. صبرك عليا يا رضا. إيه ما شرحت جدتك النهاردة؟ ما بقاش أنا شفعان. ألو؟ نعم يا أختي؟ حسن عز الرجال؟ وكمان له نسوان طالبينه، امشي نجري ندهيله. عم حسن! تليفوني يا عم حسن! عم حسن! أنت حسن عز الرجال؟ مش عاوز تعرف عنوان ابنك؟ مالكش دعوة أنا مين؟ المهم تعرف عنوان ابنك وطليقتك. معاك ورقة وقلم؟ طب اكتب. مالك يا عم حسن؟ وده برضه بني آدم تجري وراه يا بنت الشقة. أنت رايح فين؟ الظاهر آن الأوان يا رضا إن أنا أشوف ابني. عرفت مكانه؟ من فضلك المهندسين شارع عدن نمرة 15 بسرعة. كويس يا عبود، مين حواليك؟ طب اديني نمرة التاكسي وانت طير وحصار وانا جاي وراك. اشمعنى المرة دي؟ أول مرة يركب تاكسي من ساعة ما طلع من عمان، يعني مستعجل ورايح مكان مهم. هيوصل بعد دقيقة واحدة، تدخليه أوضة الصالون وتقدمي له كوباية ليمون وتروحي على طول، فاهمة؟ الراجل اللي طلع دلوقتي طلع أنهي دور؟ إيه؟ أنهي دور؟ اتفضل. هي مشيرة هنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ومين اللي ساكن في السابع؟ الدور السابع شقتين. أسامي السكان بسرعة. المستشار عبد الرحمن والدكتور نعيم الغريب. أيوه يا فندم. ورايا عبود. حسن عايز الرجال. يوم 2 نوفمبر سنة 73 سلمت سيد الغريب ومحمد الغريب وتهامي عبد البر الإسرائيليين اللي كانوا محاصرين السويس. قتلوهم. بعت ولاد بلدك عشان تقبض من اليهود وتستولى على فلوس البنك. الفلوس دي
كانت مهيات ضباط وعساكر الجيش الثالث. المحكمة حكمت عليك بالسجن لأن القانون والأدلة الناقصة كتفوها، لكن جريمتك أفظع من إنها تتنسي أو يتكفر عنها بكام سنة سجن. عشان كده هتموت دلوقتي، مش عشان طار سيد الغريب ومحمد الغريب وتهامي عبد البر، لا ده طار بلد بحالها. انت الدكتورة نعيمة؟ عايز تقول حاجة قبل ما اضغط على الزناد؟ لو قلت هتسمعيني؟ اي كلام هتقوله مش هيخليني اغير قراري. انا مش عايزك تغيريه، انا برجوك تنفذيه في الحال. احساس متأخر بالذنب ولا حيلة؟ لا ده ولا ده، انا ما عنديش اي احساس بالذنب لاني ما ارتكبتش الذنب ده، وعمري ما كان ضميري مرتاح قد ما انا دلوقتي. اضربيني، اضربي، خلصيني، انا من زمان عايش في عذاب ملوش معنى. اضربي، وتاكدي انك بتقدمي لي خدمه كبيره قوي، بس مش هنا. نروح اي مكان بعيد عن بيتك، نطلع الصحراء. اضربيني وحط المسدس في ايدي، وقبلها هكتب لك ورقه اعترف فيها ان انا اللي انتحرت. وفر مشاعرك النبيله، انا هقتلك هنا في بيتي وقدام صوره سيد الغريب، وبعدها هجيب الصحافه والبوليس وبشرهم، هقول لهم ان نفذت فيك حكم ما قدرش القانون يصدره، ودي مش جريمه اهرب منها، ده مجد حتبها بيه. خلاص انا جاهز، اتربي بسرعه لو سمحتي. مش هتترجاني ولا تستعطفني؟ بترجاك وبستعطفك ومستعد ابوس الارض قدامك. ما تاخر يا هاش. هي ايه دي؟ رصاصة الرحمة. يلا استنى، بتستفزني عشان ما اضربش؟ لا تحاول. ارمي المسدس يا دكتور، ارمي المسدس يا دكتور. بعت عبودة يطلب نجدة من عند الجيران، وبعدين دخلت في اللحظة المناسبة. كمان مسدس قديم، واضح ان الطلقه انحشر في الماسوره عشان كده ما دخلتش. جبانه جريمه الشروح في القتل اركانها متوفره. نعيمه الغريب ما حاولتش تقتلني، دي بس كانت بتفرجني على مسدس اول، وانا بنكر انها حتى هددتني بالكلام. انت هتحميني يا كلب يا كلب يا كلب. مش انت، مش انت، لا يا كلب. خدوها بعيد دلوقتي يا كلب، وشوفوا لها دكتور اللي اسعافي فيها النهارده. يا كلب يا كلب يا خايف يا خايف. مفيش قضية يا يوسف بيه. عز الرجال وسيد الغريب، عيد رجالة المباحث ولا بلاش؟ بغض النظر عن تريقة سيادتك، انا كنت ناوي من غير اللي حصل ده اكشف نفسي واتبع اسلوب مباشر في التعامل مع حسن. وريني شطارتك ويكون في علمك مهلتك زي ما هي مش هتزيد يوم واحد، ومن هنا ورايح عايز تقرير يومي عن خطوات العملية. لا مؤاخذة سعادة الباشا، جبت عنوانها؟ طبعا. طب تعالي معايا، انا اذنك يا باشا. على فكره انا طالب الملازم اللي هم تشتغل معايا، ظروف القضيه عايزه بنت، اطلب في سكرتيره تساعدك. انا اذنك. انت متاكده ان بوسينه دي في العنوان ده؟ انا ما جبتش حاجه من عندي، كل اللي حصل اني وانا بقرا تقارير متابعه مشيره قبل ما تطلب الطلاق من حسن اتكرر عنوان معين، مسكت الخيط ومشيت وراه، عثرت بالاسم ده. بس العنوان ده اتغير. اسمعي، انت ترجعي البيت تلبسي وتتشيكي. ليه؟ غدا ولا سينما؟ هيبقى لك عندي غدا وسينما، لو قدرت تطلعي بحاجه من المشوار ده الاول تروحي تقابل الست دي في عنوانها. يس بوسينه هانم موجوده؟ اقول لها مين؟ تهاني عباس.
بنت اخت مشيره هاني. بس مدام مشيره ما قالتليش ان ليها بنت اخت. اصل هي وماما اختلفوا من زمان واتخاصموا وقطعوا بعض من 20 سنه، كنت انا لسه في اللفه. يا حبيبتي ودلوقتي كبرتي وجاي تدوري على طن؟ ماما تعبانه قوي ونفسها تشوفها قبل ما. يا حرام. بس هتشوفيها ازاي؟ طنط مشيره مسافره وسايبه البلد هي وجوزها من 15 سنه وانقطعت اخبارها عن الكل. بالمناسبه مين اللي اداكي عنواني وقال لك ان اعرف طريق طنط مشيره؟ انا بقالي شهور بدور على عنوان حضرتك واللي يسال ما يتوهش. صح كلامك مظبوط. شعراوي خليك عند الباب. لو مش عايزاني اسيب شعراوي يستفرد بيكي في اوضه مقفوله تقولي لي انت مين ومين اللي بعدك. لو سمحتي انا عايزه اخرج. مش هتتحركي من هنا لما تجاوبيني. اهلا. ملازم اول الهام حلمي اداره مكافحه جرائم المال العام. اسفه يا حضره الملازم. واسع يا شعراوي خليها تخرج. الو انا مسلم اكلم الباشمهندس. وليا قرشانها شكلها وحركاتها ونظراتها بيقولوا انها خطيره ولبش على الاخر. غريب ان ليكي نفس تاكلي رغم خيمتك القويه دي. يعني بلاش اكل. ناكل اهو جه بس من غير سينما. طب استنى مسيله دي اكيد بتكذب ومشيره اكيد بترسلها وحكايه شعراوي المقطع ده. ما تتعبيش نفسك انا عايز معلومات مش استنتاجات. المرة دي أنا اللي جايلك بنفسي. إذا كنت عايزة تنفذي قرارك اللي البوليس حشك عنه أدخل. لو موافقة تسمعيني هستناكي تحت قدام باب العمارة. ليلتها جبنا ودايع البنك وحطيناها في مخزن الدقيق. بعدها رحت شقتي وجبت هدومي ورجعت. سهرت انا والحاج سيد ومحمد اخوك ندردش على فرشتنا جنب شويلة الدقيق اللي مخبين فيها الفلوس لحد النوم ما خدنا. نوم تقيل لكن صحاني منه صوت كروان قريب. سألت نفسي وانا بين الصحيان والنوم يا ترى ده صوت كروان حقيقي ولا كلمة السر. قلت اقوم اشوف بنفسي. ندهت على تهام الغفير ما ردش علي. يا دوب بصلب طولي لقيت خبط على دماغي وألم شديد. ما حسيتش إلا الصبح في شقتي وفرج لكتعب بيصحيني وبيقول لي إن اليهود قتلوا عم سيد ومحمد وخدوا الفلوس وفجأة البوليس كسر الباب ودخلوا قبضوا علي والباقي أنت عارفاه. بقالي كتير وانت يا بترديش. انا سمعتك. مش ده كان طلبك؟ مش مصدقاني؟ لما يبقى مفيش دليل غير الكلام يبقى التصديق غباوه. لو لسه مش مصدقاني نفذ الحكم واحنا هنا في مكان مثالي مفيش ناس. انا متاكد ان البوليس مش مراقبنا. اذا كانوا خدوا منك المسدس دوسيني بالعربيه او اخبطيني باي حاجه على دماغي أنا مستعد. ده يأس الإنسان اللي حاسس بذنبه؟
وليه ما تقوليش يأس اللي بيخبط راسه في الحيط 14 سنة؟ إذا كان السجن منعك تثبت براءتك فأنت دلوقتي حر. أثبت براءتي؟ ضد مين؟ أنا عدو قوة كبيرة مجهولة، ممكن يكون القدر أو دولة بحالها جيشها كان محاصر السويس. أنا عدو مش واحد هجري أدور عليه. اللي خلاني انزل واسمعك جوابات المرحوم ابويا، جبتها وقريتها من تاني. قال لي في واحد فيها في شاب مصري بيحب بلده زينا، اسمه حسن، ولا ابو عز الرجال، وهو عز الرجال فعلا. افتكرت وانا بقرا الكلام ده قد ايه حكمه على الناس كان سليم، وازاي ما كانش في بني ادم يقدر يغشه او يضحك عليه. عايز تخليه ينام مرتاح في تربته؟ لازم ناخد طرنا من اللي خانه وخانك يا حسن. أنا خلاص أيامي قليلة في الدنيا، ومش عايزها تعدي قبل ما أشوف ابني وبرأ نفسي قدامه. يا خسارة. لسه معاه وراجعين من الهرم، ازاي هتوصلوا لوكاندا؟ ليش بيه؟ ما تخافش عبد الستار مش هيحس باي حاجه لو رجعت البيت بدري. كنت عايزه اتكلم معاك كلمتين كده. تعالي. اهو طلع لك على غير حضرت قلبي عليكي يا غلبانه. انا شفت مشيره. بتقولي شفتي مين؟ كنت في شارع فؤاد بستقضى لبس العيال، لسه يا دوبك بعدي الاشاره لقيت عينين بتبحلق في وشي، ببص قوي عليها لقيتها هي مشيره بعينها مهما كبرت. لا وايه، احلوت قوي عن زمان وراكبه حته عربيه. انت متاكده انها هي؟ طبعا انا ما توش عنها ابدا. ما كلمتهاش؟ ما سالتهاش هي فين؟ ما لحقتش يا ابي، لسه يا دوبك حجري عليها عشان اكلمها لقيت الاشاره فتحت والعربيه جريت. يعني هنا ما سافرتش زي ما بيقولوا. معلش يا اخوي لازم ارجع البيت دلوقتي، خلي بالك من نفسك. أنا زهقت من القضية دي، في حاجة مش مريحاني. أصلها مقفولة زي الضمر. الراجل مقفول. ساعات ببقى كارهه وعايز أخنقه. ساعات كده ببقى تبقى إيه؟ مشفق عليك؟ أنا؟ لا لا لا. أنا لو كنت أعرف إن عيمة الغريبة استدرجته عشان تضربه بالنار، كنت سبتها، على الأقل أخلص بقى. حيلك يا كابتن، روق. أنا دلعت حسن ده كتير، ومفيش غير طريقة واحدة تنطقه. يلا عشان نبتدي المساج. هي دي. أخونا عز الرجال. عايز جلسة مساج. ها؟ تبقى مين دي؟ ايه يا رضا؟ بتغيري عليا ولا ايه؟ مين دي يا عم حسن؟ دي مديحة أختك. تصوري إن هي شافت برشيدة؟ وده معناه إن هي مين اللي وصلتك قبل كده؟ تعالي بس أنا هحكي لك كل حاجة. الإبداع عنده برضه في الأوضة؟ ما قلت لك سيبيني عليها، ديتها تتكسر عينها، وشوفي بعد كده هتبقى زي الخاتم في صباعنا ولا لأ؟ خلصت يا ابو علي، والاحسن نخش البعض دغري. صح؟ انا مش فاهم حاجه. الفلوس يا باشا، اوعى تقول لي فلوس ايه؟ انت فاهم واحنا فاهمين. انا ما معيش مليم اكل بيه.
هنبتدي الهجس بقى. كنت عايز اوفرها عليك. سلامتك. مش بلاوي كده يا سمار، الراجل عنده قرحه في معدته وبعدين يطرش جنبي يوسخ لنا المطرح. ها يا ابو علي، الفلوس فين؟ لو قعدتوا تضربوني للسنه الجايه مش هتستفيدوا حاجه، لاني معرفش كده. طب هنشوف. علقوه وجهزوا لي العصايه الكاوتش. يا خالتي، وسألت عليه في اسم الجمعية والضرب الأحمر ما يعرفوش عنه حاجة. ما يخفى ولا يغور ولا يروح في 60 داهية، هو يعني كان من بقية أهلك ولا إياك استحلتي بسبسته؟ هو ما يبقاش من الناس غير اللي في دماغك الوسخة. أنا دماغي وسخة؟ طب وربنا المعبود لو كنت كاتر رقبتك الليلة؟ لا، ده كان زمان وجابر، أوعي تمد إيدك عليا وإلا وعزة الله أمسح بيك الشارع. أما أشوف، ما ديله بقى يحوش عنك الحرام الجربوع اللي قواكي وسلطك. انت اللي ضربت الفرملة دي؟ انت اللي عايزك. ده عايز اتنقل المستشفى. لا، مستشفى لا. ما انت حالتك صعبة قوي يا عم حسن. انا عايز التليفون. تليفون ايه بس وانت قاعد تتحرك؟ عشان خاطري اديكي تليفون الدكتورة نعيم، الغيها رسالة. لو كنت قتلته كان احسن. انت ايه حكايتك؟ اللي يسمعك يقول انك ما عملتش حاجه زي دي قبل كده. ما بحبش الحاجات دي. طب الدنيا ما اتهدتش يا اخي. تعال اطلع معايا نشرب حاجه ونتفرج على فيلم فيديو. لا 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 ماليش مزاج. تعال انت نسهر في اي حته. وانت بالمود ده؟ يا اخي ما انا عايز اغيره. يلا بقى اركب. لازم الدكتور يشوفك. كانش فيه داعي لتعبك يا دكتورة، كلها كام يوم في السرير وابقى كويس. بيتهيألك، افرض ان عندك كسور ولا نزيف داخلي. ما افتكرش، اخواننا دول لا بيكسروا ولا بيضربوا في حتة توقعهم في مسؤولية، دول حريف يتواجعوا بس. برضو الافضل الدكتور يشوفك. قبل الدكتور والكلام ده، عايز اقولك ان مشيرة مراتي هنا في مصر، ما سافرتش بره زي ما بيقولوا، كانوا بيكذبوا عليا. مشيرة مراتك؟ ومين دول اللي بيكذبوا عليك؟ ما هو ده جزء من حكايتي لازم تعرفيه. أنا اللي شاغلني دلوقتي حاجة واحدة، إذا ما كنتش أنت يبقى مين؟ ومين ده؟ لازم أعرفه. يلا وصلنا. ده الدكتور مخلوف بتاعي. ثانية واحدة، هشوف حد يسندك معايا. لا حاضر. ثانية واحدة. ألو، مش ممكن. في اللحظة اللي بقول فيها لو البيت الهام دي تبين كرامة ولاقيها واقفة قدامي، ألاقيكي طلباني؟ أكيد. بقولك إيه؟
انت البسي وتنزلي تستنيني في المنيا. ماما ايه ما تبسبسيش، قولي لهم السلع الاداره. ها قولي بقى على المأمورية. مفيش مأموريات. أنا عايز أتكلم معاكي، عايزك تفكري معايا. شغل ولا؟ شغل طبعا. طب ما تشخطش، أخبار حسن إيه؟ إيه الاحتمال الوحيد اللي إحنا ما فكرناش فيه في القضية دي؟ براءة حسن عز الرجال. غريب، بتقولي لازم أكون مسألة بديهية ومنطقية يعني. رياض، 1+1=2 يبقوا كام؟ 0. نفس الحكاية، 99 احتمال بيقولوا إن حسن مخبي الفلوس، فاضل احتمال واحد أخير، إيه هو؟ فاكراني طبعا. هو التحقيق مش اتقفل؟ اه من زمان. انا جايلك بصفه شخصيه. خير. بطلت طرد حسن ليه؟ كنت عايزني افضل اطرده ولا ايه؟ اجابه مباشره لو سمحتي. حسيت انه بريء. بريء؟ في اسئله تانية؟ ايوه. تتعاشي معايا الليله؟ رايحة فين؟ الباشا طلب الملف، رايحة اوديهولك. ملف ايه؟ قضيتنا؟ ايوه. وعايزه ليه؟ هاتيه. لا بلاش مشاكل، اعمل معروف. طب انا مستنيك. صباح الخير يا يوسف بيه. لو جاية تشتكي انا معرفش عنك حاجة ولا قربت منك، لكن انا بيني وبينك بس بعترف اني اتقلت معاك العيار حبتين، لكن صدقني انا مش جاي اشتكي يا يوسف بيه، انا جاي اعرض عليك صفقة. صفقة؟ أيوة. أنتم مش عايزين الفلوس؟ أنا مستعد أجيبها لكم. أخيرا بتعترف؟ بس ليه شرط واحد. ابني. ماله؟ دخت عليه من يوم ما خرجت مش عارف ألاقيه. هو مش مع أمه برا مصر؟ مشيرة هنا في مصر ما سافرتش. وما تقوليش إنك مش عارف. بقول لك معلوماتنا بتقول. أنتوا الحكومة يا يوسف بيه، ومفيش حاجة بتخفى عليكم. حتى لو فرضنا إنكم ما تعرفوش طريق طليقتي وابني، أو فرضنا إنهم برا مصر زي معلوماتكم ما بتقول، هي دي الصفقة. تجيبوا لي طليقتي وابني، أسلمكم فلوس البنك. إحنا ما بنعقدش صفقات مع حد، هاتوا اضربوا علقوا قابلوا أي حاجة، أي حاجة تخليه يعترف ما دمنا اتأكدنا إن الفلوس معاك فعلا. وليه يا فندم نعمل كده؟ وقدامنا طريقة سهلة ومضمونة، وما فيهاش أي اعتداء على حقوقه الدستورية. حقوق إيه يا أخويا؟ كلب زي ده له حقوق دستورية؟ وكانت فين حقوق الدستورية دي لما جبته هنا وضربته؟ بلاش حقوق دستورية، احنا نقدر نحقق هدفنا ببساطة، ندور على مراته وابنه وخلاص. احنا مش في إدارة المفقودين ولا دي شغلتنا. ما نستعين بالإدارات التانية يا فندم، وفي خلال 24 ساعة هتتحل القضية كلها. أرجوك اديني المهلة دي. بكرة الصبح أقول لك آه أو لا. مستنياك في العربية قدام اللوكاندا. رضا، انت زي بنتي، وعايزك تفهمي اللي بيني وبين الدكتورة نعيمة. أنا وهي مصيرنا بقى واحد. حط ده في دماغك عشان الود اللي بيننا يفضل صافي ما يتعكرش. حاضر يا عم حسن. بتبص لي قوي كده ليه؟ بفكر لو ما كنتيش ظهرتي في حياتي كنت هعمل ايه؟ ايه ده بقى؟ غزل؟ اكتر.
تجيتي في وقت وجودي ما كانش ليه معنى. الخيط الوحيد اللي كان بيربطني بالحياة طول مدة السجن وبعدها إن أشوف ابني وأحكي له حكايتي وأقنعه ببراءتي، بس لا كنت بدور على براءتي ولا عايز أقنع الناس بحاجة، واليأس زي الموت راح. لكن بعد يوم الهرم صحيت جوايا حاجات كتير، مش بس رغبتي في تنظيف اسمي ورد اعتباري، لا أكتر من كده بكتير، بقى عندي تصميم أعرف الخاين الحقيقي، مش عشان طاري ولا طار سيد الغريب وابنه وتهام الغفير، طار أكبر من ده كله. فاهمة يا حسن؟ طار الكل. وصلنا. مع بعض عند مدام بوسينة. أوامر سعادتك. أنا ما أعرفش حاجة عن اللي بتقوله ده. لما تبقى مشيرة في مصر وتخبي نفسها تبقى خايفة مني، والخوف ده ملوش غير معنى واحد، إنها تعرف حاجة تخص قضيتي والحاجة دي أنا ما أعرفهاش، بس أنا مصر أعرفها. أنا ما أعرفش حاجة. ما هي لو خايفة من حسن تتكلم معايا أنا وتقابلني، ولو في حد بيهددها قول لها ما تخافش، البوليس معانا وهيحميها. ده تليفون الدكتورة، هستنى مكالمة منك أو منها. قدامكم النهاردة مهلة، وبكرة هقدم بلاغ هتهمك في إنك خطفت ابني، والبوليس اللي هيجبرك على الكلام. بس مراتك كانت بعيدة عن السويس، منين هتعرف أي حاجة عن اللي حصل جوه السويس؟ ما عنديش تفسير، مجرد إحساس، وفي الوقت نفسه بجس نبضها. نشوف هتعمل إيه. الو دكتوره نعيمه. ايوه مين بيتكلم؟ انا بوسينه مشيره، هديلك كمان ساعه وافق تتكلم مع حسن. ارجوك تبلغيه عشان يكون موجود في الميعاد بالظبط، لانها مش هتقدر تتاخر اكتر من ساعه. الو 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 لوكاندة الهلال، أكلم الأستاذ حسن عايز الرجال من فضلك. بالسرعة دي حتى ما استنيتش. إحنا هنخسر إيه؟ نستنى ونشوف. مش جايز الحاحك خوف مشيره وخلاها حبه تتفاهم معاك قبل جوزها ما يعرف؟ تصوري انا لغايه دلوقتي ما فكرتش في الراجل ده اللي ابني كبر في حضنه. هي خليك انت، انا هفتح. لا مؤاخذه يا هانم، عايزين نعاين. تعاينوا ايه؟ الحي هيوصلوا له انابيب الغاز، عايزين نعاين عشان التوصيلات. طب اتفضلوا. يا نعيمة يا دمى افتح الغاز. طيب ثواني هكون عندكم. ايه
حظ لعب معاهم لعبه كبيره قوي. انبوبه البوتاجاز كانت فاضيه تقريبا. والنار لحقوها. البواب كان جايب خضار لنعيمه وطلع يدولها، شاف الدخان بل. وانت رايك ايه؟ الملابسات بطل. استنوا لما حسن يبقى عند نعيمه ودخلوا عليهم ضربوهم وفتحوا عليهم الغاز وولعوا نار عشان لما توصل للحمام الشقه كلها تنسف. انت بتتكلم صيغه الجمع ليه؟ هما مين دول يا كمال؟ هدور عليهم صدقني مش حاسبها. مفيهوش حاجة، مجرد خدوش وكدمات بسيطة وممكن يخرج فورا. سلامتك يا حسن. انت كويسة؟ دماغي ناشفة، يا دوب خدش بسيط. هما الخمس غرز عندي خدش بسيط؟ النهاردة هنسيبك يا دكتورة وبكرة تشرفينا عشان التحقيق. هنعرض عليك الصور المشبوهين وناخد أقوالك انت وحسن. دول مش هتلاقوا لهم ملف عندكم يا حضرة الضابط إلا لو رجعتوا للي حصل في السويس سنة 73. دوروا على اللي ارتكبوا جريمة زمان، هتلاقوهم هم اللي حاولوا يقتلونا النهاردة. اشمعنى ده يحصل لنا لما ابتدينا ندور على مرات حسن؟ مستنيكوا بكرة دكتورة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا بينا. حسن بقى تبعك يا بطل. بس اللي وراها تبعك انت. معناها ايه اللي بيقولوه الاتنين دول؟ واضح ان في علاقه بتربط بين مراته وبين الحادثه القديمه. ده نفس الكلام اللي بتقول البنت الهام. احتمال يستاهل نفكر فيه. ما تدخل ولا خايف يكونوا مستنيينا تاني؟ ما اعتقدش، هما متاكدين ان البوليس مراقب البيت. امال مش عايز تدخل ليه؟ مش عايز تسبب لك احراج. لو على قد كوبايه شاي ما فيهاش اي احراج. اتفضل يا استاذ. خمس دقايق والشاي هيكون جاهز. نعيمة ثانية واحدة، الشاي هيكون جاهز. تعالي بسرعة أرجوكي. في إيه؟ شوفي الصورة دي واقري اللي تحتيها. احتفل رجل المال والأعمال الكبير المهندس عزام أبو خطوة في حفل بهيج بأكبر فنادق العاصمة بعيد ميلاد نجله. في إيه الكلام ده؟ شايفة دي؟ مالها؟ شايفة ده؟ ده الراجل صاحب شركتنا والست بتاعته. هما اللي هما يا نعيمة. مهما الزمن عدى والسنين طالت هما. يعني ايه يا فندم؟ كلامي واضح ومباشر، مفيش قضية. برضه مش فاهم. اقفل الملف وسلمه للمحفوظات وانسى الموضوع ده كله. والسبب؟ معرفش. يعني الدولة اتنازلت عن فلوس الاختلاس عايز رجال؟ مالكش دعوة، انت تنفذ الأوامر وخلاص، ما توجعش قلبك أكتر من كده. اتفضل نفذ الأوامر يا حضرة الرائد. ازيك يا كمال؟ ايه يا مال؟ صور اقفلوا القضيه. هيتجنن زي ما تكون فلوسه هو. المساله مش مساله فلوس، ما يقفلوها زي ما هم عايزين، بس ابقى فاهم. في اللحظه اللي قربنا فيها وبدات الحاجات تتربط ببعض، كل شيء اتربط كده. السرق في مراته وابنه زي ما قلت لك. الراجل اسمه حسن عز رجال، عارف يا بنت سعادتك. اهلا. جه في وقته، دخله.
ازيك يا ابو علي؟ ما كنتش عارف انك واصل وسرك باتع كده. لقيتهم يا حضره الرائد. لقيت مين؟ مراتك وابنك؟ ابني ما ميزتوش، بس اكيد هو اللي في وسطهم. شايفهم يا يوسف بيه؟ دي مشيره مراتي وده فرج لكتع. فرج لكتع؟ فرج لكتع مات في حصار السويس. انا مش تايه عنه، اكيد هو. تعرف ده مين يا مخرف؟ ده المهندس عزام ابو خاطر. انت هتمشي ورا كلام حسن لمجرد انه شاف واحده شبه طليقته تهبش في مخه، ثم ان فرج لكتع ثابت موته في الاوراق. ما هي دي الاوراق اللي انا عايز اراجعها كمان عشان فيها صوره مشيره وفرج. هو بعينه عزام ابو خطوه. وايه اللي جمع بينه وبين مراتك؟ انا اللي كنت ببعته ووصل لها الفلوس، الوحيد اللي كان بيقدر ينفذ من الحصار. الظاهر كان بيتاجر مع اليهود وهم بيفوتوا له. هو نعيمه يا بنت سيد الغريب، هو اللي سلم للجيش الاسرائيلي الفدويه يخلصوا عليهم عشان يسيبوه ياخد الفلوس ويعدي بيها. وبدم ابوكي واخوكي بقى مليونير. عرفت طارق عند مين؟ عرفت. عرفت. ايه ربعينك يا كمال؟ جثته مشوهه تحت الانقاض، ملوش معالم، يعني ببساطه نباش قبور زي فرج لكتع، ممكن يلبس اي جثه هدومه ومحدش عقق، ولا طبيب شرعي يفحص في الظروف زي اللي كانت فيها السويس. بس لو كان فرج لكتع، ما خلصها على الكل ليه؟ ايه اللي خلاه يسيب حسن؟ عشان لو قتل حسن كمان، كان هيبقى هو الوحيد اللي تتجه اليه الشبهه، وهيتمسك ساعتها، عشان كده كان لازم يسيب واحد تلبسه التهمه وتبعد عنه هو. احتمال معقول طبعا. الاحتمال يبقى حقيقه مؤكده، لو شلت البدله ومظاهر العز والغنى، وحطيت الجاكيت الصوفي الميري وسديري تحته، يبقى هو. بس فرج لكتع كان بدراع واحد. بص لدراع ابو خطوه كويس في الصوره، شايف قبضه ايده؟ دراع صناعيه وباينه. ايه انت عارف رجليك هتوديك فين لو دورت ورا ابو خطوه؟ في نفس المكان اللي هتوديك رجليك ليه لو عرفت مين اللي حاول يقتل حسن ونعيمه الغريب. انا رايح للنائب العام فورا. ده بيت من 10 زيه هنا في اسكندرية وفي الإسماعيلية، محدش يعرف إمتى بيبقى موجود في أنهي واحد فيهم. آخر مناسبة ظهر فيها يوم عيد ميلاد ابنه، كانت من سنة تقريبا. تفتكر البوليس هيعمل حاجة؟ القضية بقت واضحة قدامهم. يوسف متحمس قوي، وكمال متحمس أكتر. صدر امبارح، بلغنا بيه النهارده. بكره الصبح تروح تستلم في قوه شرطه السياحه في الاقصر. تمام سعادتك. يوسف، انا ما اتدخلتش في الموضوع ده. صحيح احنا علاقتنا في الفتره اللي فاتت ما كانتش قوي، لكن ده مش اسلوبي. تأكد اني فوجئت بالقرار ده زيك بالظبط. مساعد الوزير يبقى خالف، تعالى نروح له سوا. ما تحشريش نفسي في الموضوع ده، وما اتصليش بيا من النهارده، مفهوم؟ ازاي؟ انا مش عايز يكون ليكي بيا اي صله من النهارده، ما اتصليش بيا، ما تطلعيش من شغلك. كمال، ايه الاخبار؟ اجازه مفتوحه لغايه ما ينتهي التحقيق. والتهمه؟ الاتصال بالنائب العام بدون اذن الرئاسه. النائب العام عايز ادله والصور وحكايه حسن والمنطق. قرائن ما تكفيش، على الاقل في جنايه تزوير اسم. اسمه الحقيقي ما كانش فرج لكتع، اسمه في شهاده الميلاد عزام ابو خطوه. والعمل؟ اطلع. بيتك ولا بيتي؟ أي مكان نعرف نتكلم فيه ونفكر. في عربية ورانا.
الكبيرة دي؟ أيوه. من إمتى؟ من ساعة ما خرجنا من باب الخان. اجري شوية. هتعمل ايه؟ شوفهم عايزين ايه؟ مكان مناسب. عشان ايه بالظبط؟ نتكلم مع بعض. في الاول انت مين؟ رسول شايل لكم دعوه من عند الباشمهندس. واذا رفضنا الدعوه؟ ايه انتوا احرار، بس في الحاله دي هتخسروا كتير قوي. قول نص مليون دولار ممكن نشيلهم لكم في بنك من بنوك سويسرا او في اي بنك يعجبكم. ده عرض نهائي؟ ده مجرد فتح شهيه. المقابلة مع الباشمهندس لها وضع تاني. الميعاد والعنوان. عنوان ايه وميعاد ايه؟ انت اتجننت؟ لا عقلت. احنا مش قد ابو خطوه. واديك شايف اول ما بدا يلعبنا نقل للصعيد واجازه مفتوحه. مش هيحصل لنا ناخد لنا قرشين يبعدونا عن القرف اللي احنا فيه ده؟ اه وزميلك جاب الفايده. بكره الدور الساعه 12 بالظبط هتفوت عليكم عربيه من عندنا تاخدكم توصلكم. لسه هنفكر. هنرد عليك بالليل. ادينا رقم تليفون. ما عندناش. أنا هتصل بيك، سبعة كويس. تفتكر صدق إننا بنشاور عقلنا؟ صدق ولا ما صدقش؟ لازم نكمل. الخطوة الجاية إيه؟ اجتماع رباعي عندي في البيت. فيها خرم ابره. الحقيقه بقت كامله والحكم واضح. اخيرا هقدر اعيط على عمري اللي ضاع وابني اللي ما شفتوش. احنا هنروح كلنا. قول له نعيمه الغريب عايزه تعويض عن ابوها واخوها، وحسن عز الرجال عايز تعويض عن مراته وسنين سبي، وعايز يشوف ابنه. عشان كده لازم يبقوا معانا والاتفاق حته واحده. هنستنى على التليفون.
نعم. وافق. نسمع بقى كويس ونحفظ هنعمل ايه. هنا ليه؟ مكان غير متوقع، البرج كله بتاعه، السوبر ماركت اللي تحت، المطعم ده الولد. مؤاخذة يا بهوات، الأوامر. محدش يمسكه، سيبوه. اهلا اهلا اهلا. على فكرة ده مكان المفضل. انا اول واحد عمل سوبر ماركت في مصر سنة 74. منين يا كتر؟ ايه يا حسن؟ لعبة والشاطر فيها يكسب. هتقول ابن هاني. ده ابوك يا هاني، تروح معاه؟ ده مش ابوك يا هاني، ابوك مات. اخ يا حيوان يا ابني الكلب! بس يا عم! مفيش فلوس ليك، هتموت جعان! انت هتموت شبعان يا باشمهندس! بسرعة وخاطرك! خليني أرمي سلاحي! لحظة هضغط على زر الدفاع في مخك! سلاحي! قول لهم يسيبونا لوحدينا! قول لهم! اقرا الحكم يا دكتور. سيد الغريب ومحمد سيد الغريب وتهاني عبد البر وغيرهم نيات الوف بلد بحالها باعها خاين وبالثمن زرع فساد عشان يستف ملايين ومليارات. القانون ما طلش رقبتك لكن مش هتهرب من العقاب. وقف وضهرك للحيط. اه ضهرك. اه ارحموا ارحمونا.
خدي هاني وخرجي. يلا يا هاني، يلا يا هاني. الإعلام عليك صدر من زمان يا جدع، واللي أصدره عليك ضمير بلدك، وإحنا دورنا مجرد التنفيذ. أبوس إيديكم، أبوس رجليكم، هديكم اللي أنتوا عارفينه. مع بعض. طلع واحدة من كل مسدس. بسم الله تفتح الجلسة. النيابة. حاضر يا سعادة الرئيس. الدفاع. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، أريد أن أسجل أولا حضور مجلس نقابة المحامين بأكمله، متطوعا للدفاع عن كل من نعيم السيد الغريب، حسن عز الرجال، يوسف كامل مهنا، كمال عبد الرافع القاضي. وانا نيابه عن المحامي العرب سؤال ثاني يا فندم، اتاجلت لكام؟ اسبوع واحد بالفضل، هتبقى اسرع قضيه في تاريخ القضاء المصري. وتوقعات سيادتك؟